here, the Prince Fuzzly! Bedreddin Dream Chaser Diyani! مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نزال قوي تمكن المقاتل المغربي بدر الدين الدياني ليلة أمس من الفوز على خصمه الإيراني أمير فزلي، وذلك ضمن بطولة PFL للفنون القتالية المختلطة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية. بالتوفيق بدر، الله يوفقكم إن شاء الله. قبل مشاهدة لقطات من هذا النزال الشيق، فإذا كنتم من عشاق رياضة الفنون القتالية المختلطة أو مهتمين بجميع أخبار الرياضيين المغاربة، فلا تنسوا مشاهدينا الكرام الاشتراك في القناة تشجيعا لنا على مواصلة هذا المحتوى الرياضي، وكذلك من أجل أن يصلكم كل جديد وفرجة ممتعة. المغرب